هي رحلة أو تقدرون تسمونها حكاية. من هنا كانت البداية. ومع كل جيل يكبر الحلم ويصير الهدف واضح، وهو الارتقاء بالعلم. بحثنا، اجتهدنا، وحاولنا، وعلى كل التحديات تفوقنا. واليوم تستمر الحكاية وكبرت الغاية، والجيل الجديد يشهد تطور العلوم الرقمية. وبعد ما حطيتوا فينا أملكم، نوعدكم نكون عند حسن ظنكم، ونكون جيل للمستقبل وتتحقق بنا رؤيتكم.